يا مستر يا هو ما رجعت ايه وعيني ضل ما سويش صبي بسكليتك بقاله ابويا ايه يا ست انت انا مسمع نفسي وانا بتكلم انا انت مش همك ولا ايه وشك انت النهارده مش ربيع يمكن لازم طبعا انت الكوليرا ايه يا ولي ده انا مضروب مش موبوق امشي نجر من هنا امشي تاني بشعري ده انضرب تاني انا مش منقوم من هنا لما ترجع لي شعري اسود يا خلو الحقوني هلم عليك اهل الحته وهفتن الحكومه وقبض عليك السبع جنيه كمان الله انا ولي اولا صحيح هي كده الصحوبيه وانا اعرفك من فين يا حرفوت انت هي من المرتين اللي شفناك وشويه سوزان القرده تروح طلب الخز الهم القلب هتزق ولا اجيب لك الثلاثه مرجيه يكتفوك ويتركوا في السهرة تقلني وتطرش لما وزاريلك تطلع وعينك تنط لبره خدوا الاستاذ حرفوت زيك بتسيبوه ليه هتروحوا ولا الله يفتح عينك الواد موبوق يا صديق وماله ست ايام اشربه ميه اغسله ست ايام اديله قلبي وربنا هيهن عليا معقول ياخد مننا حسن واحنا فاضل لنا ايه صديق انا عايز حاجه ترجع لي شعر اسود سامعه دي بوه الجيزه متحرق نافوخ ما يتحرق فدياله انا الله يخرب بيتك وبعتلك الكره تشيلي وتشيلي المكاسح بتاعك ومفعوص بالمره معلش احرم نفسك شويه ايه فاكره المسائل الاولى دي هي بس اللي ليها رب واحنا لا مين يا ولد اللي عمل في كده صديقه اما صحيح الحب بهدله انا احب دي حبها بورس امال داخل معاها ماتش ليه ست خدومه مستغنين عن خدماتها اللي تودي في 60 ده طب ما تحل عنها بقى وانت داخلك ايه انت حد سالك سؤال ولا انت تطول لسانك على اي حد انا لا فاهم لا خفت ركبي ثابت بصي اصل انا بخاف من النسوان انا راجل بميت راجل من قلتهم بكره ربنا يرزقك بواحد يعدلك تكونش انت يا ازعه كمان انا سايه مشغول بصديقه ومال انتوا الاثنين في حضن واحد تقومي صبيانك عليا اجيب لك القرده تاكل زمرت رقبته يا عدوي ايوه هات قهوه الفلنتين الغوريه وجبه يا ست الكل سبتي طب شوفي له حد يداويه شوف ما حدش فاضيله غيري ما حدش يقرب له غيري ست ايام يفوتوا ويتيب واخدوا اسكندريه عند ام جابر عايز اشوف البحر يخرب بيتك ما عرفتكش افتكرتك انجليزي كنت تلاميذ رخين ولا ده الهرمه بفكر لهم في خازوق يطلع من نفوخ بس ارجع تاني زي ما كنت لسه ناقصين من رشيد كنت تخليكوا هناك جبت لك دي اوعي يا شيخ اوعي ولا عكا استنى دقيقه هشوف شوفت حياتك هرجع لك بعدين مخ مزرج والله خايف كله كامش اللي انا اللي بطلع مستخبي انا بتاع الحق والحقيقه خلاص مفيش كلام فارغ مفيش كدب قول مين ده عيان 7 جنيه وده عيان 7 جنيه وده لا ده بلاش منه معلش ما هو كله اسمه طب ايه رايك بقى النهارده انا مبلغ على 2 14 جنيه ولسه التالت في السكه ايه انت معاك 14 جنيه ده رزق الصبحيه يا اهبل لا وفوق البيعه مشكورك وانا هنيك انت مش بس نموذج انساني انت نموذج حي لكل الوطنيين والصالحين انا بقى الصالحين قالها لي الراجل بتاع الوزير انت بقى فتان والفتان بيروح جهنم بقى جهنم ايه بنت يا هبل يلا على امك يلا ما تكنيله ده انا بالقرشين دول عبرت الاقعص مخرج وخلي استوديو مصر بحاله يقف على رجلي كفك يلا اهو ده كلام رجاله ابعد ايدك عني لا تكون انت اتوبقت انت راخ اتوبقت ايه جتك ليله هو انا بقرب لهم ده من بعيد كده والفلوس ليه ملموها من جيوب الموبوين موبوين يعني الحكومه دايره تفرق يعني في حكومه ايه انا بقى ابعد عن الكره وغنيها كره الله يخرب بيتك كره ايه روز انت فين يا ولية حضرت العشاء
الصبغه يا بنت المجنونه صبغه. اخص على ابوكي. انت اللي عملتيلي اعمل وطيرت البرنسيسه. كل ده من الغيره. ها كل ده من الغيره. ناوي على مين دلوقتي؟ صديقه. ها تعالي اهو، تعالي اهو. مره نضرب ومره نطرد. انت فاكره ايه؟ ها فاكره ان ابوك اشتراني؟ انا بحرمك من حاجه؟ ها مره نطرد ومره نضرب. تعالي اهو، انا هموتك. تعالي اهو، تعالي اهو، تعالي اهو. بص ها فاكره ان ابوك اشتراني؟ ها انا حرمك من حاجه؟ انا ارميكي من الشباك، ارميكي من الشباك، حرمك من حاجه؟ ها انتهي. يا بنت الليل انت، يا بنت الليل. يا واد يا حليوه انت تهوس. سخسخي بقى وسيح. ها اترد يا اختي ونوحي. ولو يعني لا نو يعني نو، نو يعني نو. بس 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 بس. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيت ابوك يا صديقه. وحياة امي، وحياة امي اللي مبلغ البوليس وبنيتك شغله في التخشيبه. كده برضه الأشقر لارا. يا قلبي لا تحزن. طب انا شايفاك احلى كده، روح بقى. ما اقدرش، شوفي لك حل ولا اشتكيكي للبوليس يكتفوكي ويرنوك علقه ويرموكي شهر في التخشيبه. انا عندي واسطه. طب عاملك ايه يعني؟ ما اعرفش. وهتقعد لي كده؟ لا ما اقعدش ليه، مرتاح على الاخر. اسال يا عم سعيد، ندردش على الحياه والموت وانتي معانا. صحيح كلامك زي الدبش لكن قلبك زي البفته. وباء وناس تموت وناس مش لاقيه ناس، وانت عملت ولو الابيض والاسود شعرتين يطيروا نوقف لك الكون. نص شعري راح. عندك النص التاني هي ايه نهبه؟ ما انا مش فاهمه دي. ده خراب بيوت، منظر ده وحياة ابوكي. انا خدها لك لمعه. انا فنان ارتكس، لازم شكلي يشد، لازم اعجب، اكل العيش. لو كان فيكم حد عنده نظر كنت زماني بقيت نجم سينما، باكل كل يوم فرخه لوحدي. طب انت وربنا بعت لك الكل عشان تختني، نازله هري وغسيل طول النهار، ولم وكوش ولم وحوش، تلاقيكي شايله تحت كل بلاطه من دول 5 جنيه. اشتغل ازاي انا دلوقتي كده؟ هروح افطر على الناس يعني؟ تفتن على مين؟ ما انت اللي قطعت عيش، انت من ناحية والبرنسيسة من ناحية وشغل مفيش. يا عمايل برضو؟ ها؟ ميت غسيل مش حاجة. مش خسارة فيك، تروح حتتكم تنتفها وتليفها وتغليها وتحشيها. وتتفحى وتزور منها يا رب. مش حرام تديله الوزة؟ خايفة من ايه؟ هيفتن على الواد؟ هو دلوقتي كل ما يجوع رجله حدله عليكي، وطول ما في برنسسات في البلد هيجوع ويرجع. عارفة زكية غلطانة في ايه؟ مش انا اللي مغرم بصديقة. مين اللي اول ما يشوف التاني جسمه كله بيترعش؟ صديق. مين الدوزة لمين؟
صديق وعملة لي تقيلة يا صديقة. يا عيني عليك يا صديقة. شحات أديك نص الوزة وتسلفني جلابية النجوم. مقابلة واحدة لزينات مع صديقة تتفتح أبواب الاستوديوهات كلها. ما حدش هيحس بيا على السطوح. وتروحي وتيجي ده خطر على المرة بحالها. ما هماش قاعدين غير 5 أيام سايبالهم البيت وانا بات هنا. 5 أيام يكون ابنهم طاب. ولو كنتوا دريانين بحالة الناس زي ما بتقولوا ما كنتش تسيبني واقفة كده. طب خليك هنا شوية. عايزة مفتاح الأوضة بات فيها 5 أيام. مش وقته. مسكينة أهلها احتلوا بيتها. ولو اضطرينا نطلع طلعة نشوف لنا حتة تانية ولا نطلع احنا اللي مش دريانين بحالة الناس. رشاش مفيش ولا واحد فيكم يطلع جدع. كلكم غشاشين. كويس يا زيتو؟ هنروح المية حنفية تحت أمرنا. تشرب تشرب وتيب يا رب. خش خش يا حسن. خليه يدفي الأوضة واتسلى بصوته. لازم له مية مية كتير قوي. طبعا لازم له مية. اريح الولد وارجع لك. روح انت وانا هتصرف. هو تفكر اني بيعاك. خديهم كلهم انا مش محتاج لحاجه. هوسع عدوي هيشقر عليك لحد ما ارجع. ولا تفضل زكيه. روح انت بس. ربنا ياخد بيدك يا سعيد. ربنا ياخدني وبس.